نظمت الأمم المتحدة يوم حقوق الإنسان حملة استمرت عاماً كاملاً للاحتفال بالذكرى السنوية 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فحيثما كانت حقوق الإنسان مهدورة فإن الجميع في خطر داهم، وعليه يجب على جميع الدول احترام جميع الحقوق والقيم التي تمثلها هذه الوثيقة. والآن مع كلمة بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلقيها عضو الأمانة العامة زينب خميس. السلام عليكم جميعا. تحتفل اليوم ويحتفل معنا العالم أجمع باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم الذكرى 70 من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 بأنها وثيقة لمنظومة حقوق الإنسان، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ورغم مرور 70 عاما على صدوره فإنه يبقى مهما كما كان قبل 70 عاما. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكون من 30 مادة، وهو محصلة لمختلف نتاج الحضارات والديانات والثقافات والفلسفات البشرية في مجال حقوق الإنسان. ولقد أسهم العرب في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المسيحي دكتور شارل مالك ممثل لبنان، والمسلم الأستاذ حافظ وهبة ممثل المملكة العربية السعودية. بالنسبة لنا في البحرين فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو من أهم الوثائق التي يتوجب على نشطاء حقوق الإنسان أن يستوعبوها ويفهموها ويفهموا أبعادها وأبعاد كل كلمة وردت فيها، وهو المدخل لفهم منظومة حقوق الإنسان من عهود ومواثيق واتفاقيات وإعلانات وبروتوكولات تختص بمختلف جوانب حقوق الإنسان. وكما تعرفون فإن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان علناً في البحرين قد أضحى ممكناً بعد التصريح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في عام 2001، وفي حينها تحتفل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بهذا اليوم كعلامة بارزة في نضال البشرية من أجل صيانة وإعلان حقوق الإنسان، أي كان بودنا أن نحتفل بهذا اليوم المجيد في احتفال وطني كما يتوجب، ليضم مختلف قوى المجتمع السياسية والمجتمعية والحقوقية إلى جانب ممثلي الدول وممثلي الأمم المتحدة. إنه يتوجب أننا نأمل أن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظروف أفضل من هذه الظروف، من خلال إدراك الدولة والمجتمع بأن صيانة حقوق الإنسان هو المعيار لرقي وتقدم شعبنا وبلدنا ومكانتها بين الدول، وهو من أهم دعائم النظام الملكي الدستوري الديمقراطي الذي أجمع شعبنا عليه. كما أن احترام وصيانة حقوق الإنسان قد أضحى معياراً للبشرية كلها ومحل إجماع جميع الأمم، وقد وقاعدة أساسية للأمم المتحدة وأعضاؤها، بل محل إجماع للبشرية. بل يؤسفنا اليوم أنه في حين تحتفل العديد من الشعوب والأمم والبلدان بهذا اليوم في فرح وبهجة، وهي تستعرض إنجازاتها في مجال صيانة وتقدم حقوق الإنسان وتكرم رواد حقوق الإنسان في المجتمع والدولة، فإننا اليوم نحتفل في ظل ظروف صعبة جدا، حيث تعطل العديد من الحقوق والضمانات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والضمانات والحقوق والحريات الواردة فيه، بحيث أضحى من المتعذر القيام بمهام المنظمات الحقوقية والعمل الحقوقي كما ينص عليه الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد تسبب ذلك في تراجع العديد من النشطاء في الانخراط للعمل الحقوقي. إننا نأمل اليوم أن نحتفل اليوم ومستقبلا في ظروف طبيعية، في ظروف أفضل من هذه الظروف،
حيث تحترم وتصان فيها حقوق الإنسان، وأن يكون هناك التزام فعلي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق والمواد والمواثيق الدولية الأخرى، حيث يطمئن الإنسان إلى حقوقه، وأن تصون الدولة هذه الحقوق وأن يتم الالتزام بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.